حركة دؤوبة تشهدها الأسواق العتيقة في تونس، وهي حركة تتجدد مع كل إطلالة لشهر رمضان. يعتبر شهر رمضان مناسبة لإحياء الموروث الثقافي، وهو ما يجعل التنافس يحتدم بين تجار الملابس التقليدية للترويج لمنتجاتهم، ويقبل التونسيون بكثرة على إحياء عادات توارثوها على مر الأجيال. وبالقدر نفسه تركز الأنظار على الجبة التقليدية التي يرتديها الرجال خلال المناسبات الدينية في هذا الشهر الفضيل. تنتعش تجارات كثيرة في شهر رمضان، وترتفع مبيعات متاجر الحلوى التونسية سيما في زقاق مخصص لها داخل المدينة العتيقة. ومن أنواع الحلوى التونسية التي يشد الإقبال عليها المقروط القيرواني، وهو نوع من الحلوى عرف منذ العقود الأولى لدخول الإسلام إلى تونس. وغير بعيد عن السوق العتيقة تنشط الحركة في أسواق أخرى، توجد أمام المتسوقين اختيارات متعددة ومنتجات متنوعة من لحوم وأسماك وخضروات. يميل كثيرون لشراء المواد الغذائية حتى قبل حلول شهر رمضان، بالرغم من أنه شهر صيام وقيام. هو كي تجي تتبع الحقيقة، رمضان مش نتاع مصروف راهو. رمضان شهر الدين وشهر العبادة. هكذا أضحى شهر رمضان موعدا سنويا لإحياء التقاليد والتراث، ولكنه يظل في المقام الأول شهرا للعبادة.